تتعدد الهجمات، فهل البصمات واحدة؟ تامر نصرت، الحدث، القاهرة. الحقيقة نفس الأسئلة اللي انتهى بها تقرير تامر نصرت، وهو موضوع ما يحدث في تونس. وهنا الحقيقة أنا معايا على التليفون من تونس أستاذ جمال العرفاوي، وهو كاتب صحفي تونسي. أستاذ جمال، بقى السيناريو المصري وهو استهداف الجنود المصريين انتقل إلى تونس، وكان هناك 14 جندي تونسي راحوا ضحية هجوم الأسبوع اللي فات. ها هو يتكرر مرة تانية هنا في الداخل المصري. لا أدري إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تسليط على التنظيم الإرهابي الذي يقوم بالعمل، وكأنه تنظيم واحد. ما يحدث في مصر هو الذي يحدث في تونس والعكس تماما. يعني دعني استسمحك لأضيف دوله ثالثه، اللي هي بتعاني يوميا، وتحديدا في بنغازي يوميا عسكريين بيموتوا، تقريبا اكثر من سنه يوميا راح نسمع في عسكريين بيموتوا في ليبيا. بالفعل هو المخطط واحد والمبرمج واحد، والدوله التي تنظم هذه العمليات هي دوله واحده، للاسف الشديد دوله صغيره لا 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 حساب لها، لا وزن لها في العالم العربي. للاسف الشديد هي من تقوم بدعم هؤلاء اعلاميا وماديا ايضا. اليوم والبارحه اتخذت الحكومه، المجلس الامني التونسي اتخذ سلسله من الاجراءات طالما نادى بها التونسيون منذ مده، هي تحييد المساجد. هناك اذاعات بتشجع العنف، بتشجع القتل، تم اغلاقها. هناك مواقع اجتماعيه تم اغلاقها ايضا. هناك اشخاص خرجوا للشارع يهللون ويكبرون لمقتل من يدافع على حرمه الوطن. هذم خونه، هذم لا علاقه لهم لا بالدين الاسلامي، لا علاقه لهم بتونس. للاسف الشديد لديهم اجندات مع دوله صغيره. اعتقد انه نفس البرنامج، نفس الخطط، هي استهداف العسكريين. واعتقد انه اذا كانت هذه نفس الاهداف في نفس الفتره، وبالتالي اي محلل بسيط، اي محلل مبتدئ سيؤكد لك بان هناك شخص واحد، جهه واحده هي من تحرك الخيوط. نعم، اشكرك استاذ جمال. قبل يومين صديقي تم الاعلان عن ضبط شخص جزائري يحمل الجنسيه الماليه الجزائريه، معه 8 مليون يورو. 8 مليون يورو يا سيدي الكريم معه يتنقل بها، منين جاء المال هذا؟ منين وصل له المال هذا؟ اعتقد انه بلدان الربيع العربي هي الان ضحيه دوله صغيره بحرب بتحركها، معناتها حقد وضغينه. انتم ما تنسوش كونكم في مصر، ما يحدث في ليبيا هو تتمه المعركه في مصر. هم بدهم ينزلوا انف مصر، وهذا لن يحصل ابدا بالتراب. احنا فرحانين في تونس، سعداء بما حصل في مصر. مصر هي انقذت الامه العربيه مره اخرى، تنقذ الامه العربيه، اخرجتنا، كشفت الاخوان عن وكشفت عن الوجه الحقيقي للاخوان. ونحن والحمد لله هناك مصر، وستبقى مصر هي من يقود الأمة العربية، وهي تقود صدقني الربيع أستاذ العربي. أستاذ جمال، لا فرق بين جندي من عنق الزجاجة، وبدأنا نخرج من عنق الزجاجة. أنا أقول لك حزننا في مصر على مقتل جنودنا في تونس، الجنود التونسيين، مثلما حزننا على مقتل جنودنا في رفح واحد ورفح اثنين والوقت الفرافرة. وزي ما حضرتك قلت جملة عظيمة جدا، المبرمج واحد واليد واحدة والدم واحد أيضا، لا فرق بين دم في تونس ودم في مصر ودم في غزة، الدم واحد والقاتل إن تنوع، ولكن هناك من يديره عن بعد. أستاذ جمال عرفاوي كاتب الصحفي من تونس، شكرا جزيلا.